استقبل النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب وفد الهوية والديمقراطية الأوروبي الذي يزور مصر في الفترة الحالية، ويضم عددا من نواب البرلمانات الأوروبية ومنهم النائب تييري مارياني والنائب جين لين لاكابيل عضو البرلمان الأوروبي والنائب لودفيد جوجا عضو البرلمان السلوفاكي. وخلال اللقاء تعرف الوفد على الإنجازات والمشروعات التي تم تحقيقها في كافة المجالات، وعرض النائب محمد أبو العنين أمام الوفد رؤية الجمهورية الجديدة وحقيقة ما تم إنجازه في مصر خلال السنوات الماضية والمشاريع التي تهتم بتحديث البنية التحتية والصناعة وتوفير حياة كريمة للمواطنين في كل محافظات الجمهورية. التحية والتقدير والاحترام لأصدقائنا، دول أصدقاء حقيقة في البرلمان الأوروبي وجايين في زيارة رسمية لمصر، وأنا أعتقد أنه الناس حاسة بقد إيه التقدم اللي بيحصل في مصر، وعارفين مشاكل مصر، وعارفين قد إيه مصر قدرت تتقدم الفترة اللي فاتت، وعارفين أنه في بعض الوشايات وبعض الأكاذيب اللي بتطرح على مصر في البرلمان الأوروبي، لكن هم ديها بالمرصاد. وأنا أعتقد في حقائق جدا بدأت تتكشف على منظومة المعلومات الخاطئة المغرضة اللي بتحصل في البرلمان الأوروبي، وهم يعني بيدافعوا عن مصر دفاع كويس جدا، لأن هم مقتنعين وشايفين وبيجوه بيعملوا زيارات دورية كل سنة، ويبني كل يعني بيتبادلوا زيارات. وأعتقد أنه التقدم اللي عملته مصر والمحاور السياسة الخارجية المصرية سواء مع الاتحاد الأوروبي أو مع الدول المحيطة الأفريقية أو العربية، هم رصدنا كويس جدا، وعارفين في نفس الوقت قد ايه يعني أهمية التعاون بين دول الشمال والجنوب وموقف مصر تجاه القضايا الدولية. والحقيقة احنا قعدنا نتناقشنا في موضوعات كتير جدا دلوقتي على مدى الساعتين اللي فاتوا، لكن انا لقيت عندهم الحقيقة قدر الكافي من الحقائق، ودول الحقيقة يعني اصدقائنا واحبائنا اللي موجودين في البرلمان الاوروبي واللي بيرصدوا الحقيقة وبينقلوا الحقيقة وبيحاولوا يبطلوا كل الاكاذيب والوشايات اللي اصلا هي مغرضة عن مصر. انا برحب بيهم وبحييهم وبشكرهم. We were here 1 year ago and what we saw this time is أتينا هنا من قبل منذ عام، وما رأيناه الآن في مصر أنها قد عادت، وهذا بفضل الرئيس السيسي والحكومة المصرية وبفضل سياسات الدولة التنفيذية. ورأينا مع الوقت أن مصر تتغير، لذا أنا وزملائي من وفد الهوية والديمقراطية أتينا لنرى كيف لدولة مثل مصر استطاعت أن تحقق كل هذه الإنجازات وتنجح في مواجهة الفقر، وهي مثال يحتذى به للعديد من الدول في إفريقيا والشرق الأوسط. تعاون ممتد على المستويين السياسي والاقتصادي أعلن عنه وفد الهوية والديمقراطية الأوروبية للتأكيد على حجم التغيير والفرص الاستثمارية التي توفرها مصر أمام دول العالم. كما قال زميلي السيد مارياني، مصر تتغير، وهو تغير كبير. فهذه زيارتي الثالثة خلال سنتين، وفي كل مرة أتي فيها أجد إنجازات جديدة، وهذا يعود للسياسة الجيدة، وهو ما نراه في تنامي الإنشاءات والمباني وكيف يتم تقديم المساعدة الاجتماعية للمواطنين. وفي بعض الأحيان نحن في أوروبا نحتاج للاستفادة من هذه التجارب، ونتابع الآن التغيرات التي تحدث في العالم، لذا فقد أتينا إلى هنا لنتعاون ليس فقط على المستوى السياسي ولكن أيضا على المستوى الاقتصادي والتجاري. الحقيقة أنا سعيد بهم مرة تانية، وعاوز أقول أنه البرامج اللي عملتها مصر سواء كان في التنمية المستدامة في محيط أرجاء الجمهورية كله، أو في مشروعات الطاقة، مشروعات الطاقة النظيفة، مشروعات الاستثمارات الضخمة اللي حصلت للغاز للشركات الأجنبية لاكتشافات الغاز والبترول، والمشروعات الكبيرة اللي بتاعت التعمير والإسكان، والمشروعات الأكبر اللي حصل فيها في موضوعات الحياة كريمة. الحقيقة لما سمعوا الكلام ده كله حسوا بالقدر الكبير من السياسات ومن
الدور الكبير اللي بتقوم به الحكومة. وعرفوا طبعا ان في مشاكل زينا زي اي دولة في العالم، عندنا في بعض المشاكل والمشاكل المترتبة على التعويم والمشاكل الاقتصادية اللي موجودة اللي جت مستوردة، مشاكل اللي احنا بنعاني منها هي مشاكل مستوردة نتيجة الحرب مرة ونتيجة كورونا مرة، لكن اقتصاد مصر اقتصاد ثابت اقتصاد قوي، والسياسات اللي بتقوم النهاردة عشان تدرأ اي مخاطر حيوية انا شرحتها لهم وهم عندهم اقتناع كامل الحقيقة. فأنا يعني بحس إن إحنا في تبادل وجهات النظر بيننا وبينهم وبين خصوصا المجموعة بتاعتهم اللي موجودة ولها سقف كبير في البرلمان الأوروبي. أنا برحب بهم مرة تانية وبتمنى لهم إقامة قريبة في مصر. تشهد الفترة الأخيرة زيارات متعددة لوفود أوروبية تمثل البرلمانات والجهات الرسمية الأوروبية إلى مصر، وتحمل معها رسالة الجمهورية الجديدة التي تسعى في كل خطواتها لبناء دولة حديثة وقوية تعيد مصر لمكانتها العظيمة بين دول العالم. محمد القليوبي لبرنامج على مسؤوليتي.